كابتن اشرف، ازيك عامل ايه؟ اهلا يا كابتن طيب. عبد الله. بيقول اهلا لك كابتن مبروك عبد عبد الله، الله، الف مبروك. الف مبروك النهارده ربنا طبعا يخليك يا رب. الفوز في قبل النهائي والوصول المباراه النهائيه قدام فريق القناه، صح، في كاس الاتحاد. ان شاء الله حبيبي باذن الله، كده وصلنا نهائي المباراه النهائيه مع نادي القناه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده. كان صعب، انت عارف 5 غيابات عندك مع المنتخب، احنا بنحاول بقدر الامكان يبقوا معانا النهارده، فما حصلش نصيب، انما الحمد لله بشكر لعيبتي وبشكر رجاله النادي فعلا على المجهود اللي عملوه النهارده وبذلوه، والحمد لله ده الهدف. يعني كان من يوم ما بدانا بطوله الكاس بالاخص، احنا قلنا لازم البطوله ما تطلعش من النادي، ده الهدف باذن الله. بارك لك طبعا، بارك للقناه ومجلس الاداره والناس كلها. يعني الف مبروك. هو انا كان قدامي خبر ان المباراه يوم 20 ابريل، ولا صح الخبر؟ المباراه النهائيه. 20 ابريل ان شاء الله. طب ليه بعيده قوي كده، اكتر من شهر يا عبد الله؟ النهائي يوم 20 ابريل باذن ده الله. بعيد قوي ليه كده؟ يعني اكتر من شهر تقريبا. والله ابو العيله لو قعدنا نتكلم الصبح، انت عارف ان كل حاجه مش مظبوطه بمعنى صح. ليه؟ انا مش عارف النقطه دي. يعني مثلا لعب قبل النهائي النهارده بعد اكتر من شهر تقريبا، 34 يوم تقريبا بعد العيد. 34 يوم يعني ليه مش في نفس الفتره؟ وبعدين في الشهر ده تقعد تعمل ايه؟ بص، فتره توقف طويله جدا في ظل ان انت، انا مش عايز اقول لك مثلا انا 10 ايام لعبنا 4 مباريات ابو العيله، 10 ايام ضغط طبعا. لعبنا ده. لعبنا الاربع بيراميدز، لعبت السبت بتروجيت، لعبت الاربع الاسماعيلي في اسماعيليه، يعني يا دوب اتمرنا الخميس خفيف، اتمرنا الجمعه امبارح وسافرنا، النهارده بلعب مباراه في ظل ان انت عندك توقف طويل جدا. انا ما يعني انا مش عايز اقول لك يعني القائمين على المنظومه بمعنى صح او حاضر، لازم الناس تحس اولا ده انا يعني ما فيش حتى فوق الدرجه الاولى حد يستحمل يشتغل 4 مباريات في 10 ايام. ضغط طبعا كبير قوي، بس انا عايز اعرف سبب. يعني لو سالت ايه السبب، يعني اكيد انت مثلا بتتواصلوا مع حد من الاتحاد اللي بيحط الجدول، عايز اعرف السبب، يعني السبب اللي بيتقال ايه. كابتن ابو العيله احنا بحاولنا نتواصل بقالي يومين، بقول يا اهل الخير للجماعه اللي ماسكين منتخب مصر، يعني يا جماعه انا عندي مباراه ومباراه مهمه وده قبل النهائي، مباراه مصيريه توصلني للنهائي. حاولت ان انا استعين بلاعبتي اللي موجودين في المنتخب، رفضت الطلب، قال لك اللعيبه لو ما جوش هيفوقوا لاخر الموسم، انت متخيل؟ ومع العلم ان هم وصلوا معسكرهم امبارح ما فيش تمرين وهم رايحين على بياس. طب يا جماعه النهارده ولسه سفر المنتخب يوم 18، طب ما كان يلعب معانا النهارده اكنها تمرينه ويخلص الماتش بتاعه على خير ويجي المعسكر. طب معلش، انما ازاي طالما كده كده لعيبه المنتخب مش بتلعب او مش هتلعب، طب ليه برضو البطوله ما اتلعبتش مثلا في خلال 4 5 ايام او اسبوع؟ ده اول والله سؤال. والله ما عارف يا كابتن ابو العيله. طيب. ده الجدول جاي لنا كده، وهقول لك على حاجه، احنا كل مثلا اسبوعين ثلاثه الجدول بيتغير، الجدول بيتغير فعلا في الناشئين كمان الموضوع. طب دي صعبه. طب بطوله الجمهوريه انا عارف انها يعني معمولها هولد او متوقفه، صح كده، عشان المنتخب. بالظبط. هي المتوقع انها برضو تنتهي في شهر كام؟ شهر 4 المفروض اخر مباراه يوم 13/4، وبعديها النهائي بقى بتاع كاس الاتحاد. بعد كده النهائي.